مستمعكم مشاهدينا في تغطيتنا للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واليوم شهدنا الرسالة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اللي وجهها للمشاركين في الاجتماعات السنوية، وبخصوص نص الرسالة لكي يرحب بكل الضيوف في هذه الاجتماعات السنوية وعقد الأمال كبيرة، خصوصا بعد التحديات لكي يعانيها العالم من خلال التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية وكذلك البيئية. وتوجيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الاجتماعات انها غتكون لها ثمار كبيره على العالم، وكذلك من الشراكات اللي غتعود بالنفع سواء على العالم او على المغرب من خلال عقد شراكات نقديه وماليه، وكذلك تطوير المؤسسات الشموليه الماليه والرقميه. اصحاب المعالي والسعاده، حضرات السيدات والساده، يسعدنا اليوم بعد سنتين من التاجيل بسبب الجائحه ان نشهد انعقاد هذا المنتدى المغموق مرة أخرى في القارة الإفريقية بعد نصف قرن، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد 20 سنة من دورة دبي 2003. ومن الطبيعي أن تعقد آمالا كبيرة على هذه الاجتماعات السنوية بالنظر إلى السياق الاستثنائي الذي يمر به العالم، واعتبارا للتحديات الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية التي ما فتئنا نواجهها منذ سنوات. ففي الوقت الذي يواجه فيه كوكبنا تقلبات مناخية فرضت واقعا جديدا ما فتئت تؤكده المعطيات يوما بعد يوم، لا يزال العالم غارقا في مشكلات كنا إلى عهد قريب نحسب أن جزءا كبيرا منها قد وجد طريقه إلى الحل بفضل القواعد والمؤسسات متعددة الأطراف التي تم إرساؤها غدا الحرب العالمية الثانية. فما نشهده اليوم من تشرذم جيواقتصادي وتنامي للنزاعات السياسية الذي يعزى جزء منها إلى الرغبة في إعادة ضبط موازين القوى الاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي، بات يشكل تهديداً للتقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال العقود الأخيرة في ظل تعددية الأطراف. مخرجات الاجتماعات السنوية غيكون لها أثر إيجابي على الشباب من الناحية الاقتصادية وكذلك التنموية، وما نساوش أنها كاين دراسة حول المناخ وحول التأثيرات المناخية على العالم وعلى الاقتصاد، وكذلك النزاعات القائمة من خلال حرب روسيا وأوكرانيا، وكذلك الحرب الدائرة ما بين غزة وإسرائيل. تيلي بلوس، تميز ومصداقية.